بالنسبة لي النهضة أو سلا يكفي أن الجمهور مغربي 100%. يعني ما كيهمنيش الموقع متمركز هنا أو هنا، ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو أن الجمهور يكون حاضر. يعني الأمهات، أنا اللي كيحمقني هو ملي كنطلع لاسين كيبروا لي عيالات كبار كبارين، يعني جايين بواحد الطريقة، هذيك هي الفرحة ديالي، لدرجة بعض المرات كنبكي سوغ سين. كنشوف ان الفرحه ديال دوك الناس ما كتبع ما كتشرى. يعني باش نقول النهضه او سميتو، انا نفضل سلا على النهضه بكل صراحه، ماشي انانيه. حتى لو يعني ربي وفقني وكنت رقم واحد في الشرق، دائما نفضل نكون في سلا. علاش؟ لان البدايه ديالي سلا، ونتمنى تكون نهايه في سلا. علاش؟ لان الجمهور الشعبي هو الشعب. ملي كتقولي شعبي، يعني ولاد الشعب، بنات الشعب، الامهات، بنتك، اختك، خوك، يعني كل شيء اهم شيء. انا النهضه كنظن انه كيمشيو لها بعض الناس، يعني ماشي كل الناس، وانا طماعه كنبغي كل شيء. كيمشيو للناس ديال الشرقيين اللي كيتمتعوا بالطرب، اللي كيتمتعوا بكذا. ما الوالده ديالي ولا الوالده ديالك كنظن ما غتفهمش الشرقي، يعني غتجي عندي زله. بالنسبه لسؤالك الثاني، فعلا مريت بتجربه، احلى تجربه، مع خوتنا الجزائريين. كنت في لجنه التحكيم، وبصراحه كان واحد المغربي معايا في ليكيب ديالي، تمنيته يوصل للفينال، ولكن الحمد لله الشاب خالد اعترف به، بلال، كلهم اعترفوا بالصوت اللي اختاريت، لانه بكل صراحه كان يستحق، هو اللي كان يستحق ياخذ هذا اللقب. ولكن الحمد لله الشاب خالد عطاه وعد انه غادي يغني معاه دويتو يعني، وغيصوروا له فيديو كليب في الجزائر، ويلاه كملناه. فاز واحد السيد ما غاديش نقول حتى يعلنوا عليه هما. لسؤال حد المغربي ديالي من هنا كنقول ليه تبارك الله عليك، راك صوت رائع جدا جدا، وان شاء الله غادي توفق باذن الله. بالنسبه لواش مرا هنا، انا حاجه واحده اللي كتهمني وهي انه السهره تفوت في اجواء دي هادئه، بلا ما يكون الله يحفظ شي صداع، بلا ما يكون اكثر ما كنشوف انه يكون الكم ديال الجمهور، او كنراهن على مثلا باش حطم شي رقم قياسي. لا، كيهمني انه الاجواء ديال السهره ديالي تكون هادئه وتكون زوينه، الناس تجي تفرح، تشطح، تفرح، تنسى همها. هذا هو المهم بالنسبه ليا. والرقم القياسي ماشي بالجمهور، يمكن انا عندي الرقم القياسي هو الضحكه والفرحه ديال الجمهور اللي غادي يحضر ليا. بالنسبه للسؤال ديالك الثاني، انا وداديه صح، داكشي اللي وقع ما عجبنيش، لدرجه بكيت، لان فعلا تحكرنا. ما غاديش نقول الترجي ما كيلعبوش مزيان، لا لعبوا مزيان. الحاجه الوحيده اللي بقات فيا هو انه كانوا الدراري في الغربه، يعني تونس كتسمى غربه، حسيت بهم، بكيت وانا كنصلي قسما بالله بكيت. علاش؟ لانه ملي كتكون برا بلادك شويه الحكره كتكون دوبلا، كتكونش كتحش بها غير، يعني كيبان لك الدراري نازلين للتيران وكيتغاوتو، كتمنى لو كنتي معاهم. يعني انا كون كنت في التيران كنت غنزل، هادي ما بيحاميك. يعني كنت غادي نتقاتل مع ولاد بلادي، ولكن ان شاء الله غادي يكون خير. كيف ما جوج نجمات فرحنا بها، ان شاء الله غنفرحوا بالكاس باذن الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.